السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. في الشرق القطرية سمو الأمير يتوج الفائزين في نادي الفروسية. في الراية القطرية فبركات منتصف الليل تأكيد لحقدهم وتغطية لفشلهم. في استاد الدوحة رحلتنا لنبهر العالم يخرس إعلام دول الحصار. في الوطن القطرية قطر ماسترز تصل مرحلة الحسم. في الراية الكويتية سقوط دراماتيكي للقادسية. في المنتخب المغربية الوداد يتوج بلقب السوبر الإفريقي على حساب مازيمبي. في الصباح التونسية في بلاغ جديد هيئة النجم تتهم الجامعة باستبلاه الرأي العام. في الشروق الجزائرية زطشي يتحايل على أعضاء الفاف بقضية الكراز. في لوباريزيان الفرنسية نيمار يشارك وفيراتي يغيب عن كلاسيكو فرنسا. في الديلي ميل البريطانية مورينيو لقاء المانيو وتشيلسي سيكون ممتعا. كانت هذه العناوين وأكثر منها نتابعه ونتابع تفاصيلها بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. بكم من جديد، نبدأ جولتنا بالخبر الذي استحوذ على اهتمام جميع الصحف القطرية والعنوان يقول: سمو الأمير يتوج الفائزين في نادي الفروسية. السيف الذهبي لسمو الشيخ محمد بن خليفة خليفة بن شعيل الكواري يفوز بالسيف الفضي وجائزة سمو الأمير، تتويج أبطال سباق السابق وتكريم الشركات الراعية للمهرجان. في الصفحة المقابلة: أبارك لسمو الشيخ محمد بن خليفة المنصور غزوان جواد من كوكب آخر. خليفة بن شعيل الكواري يقول: مصافحة سمو الأمير شرف كبير والفوز هدية لأهل قطر. ننتقل إلى الصفحة التالية لنتابع المزيد من التصريحات. حضور صاحب السمو تاج فوق رؤوسنا عيسى المهندي، قطر تستحق الأفضل، شكرا للرعاة والحضور الجماهيري فاق كل التوقعات. نتابع من الملحق الرياضي للشرق ونقرأ من صفحة أخرى: عقب تتويج فرسان قفز الحواجز حمد بن عبد الرحمن العطية، حضور صاحب السمو وسام على صدورنا. الصفحة الأخيرة لملحق الشرق الرياضي حمل هذه الأخبار، نتابع: رئيس اتحاد الكرة استقبل ماسيمو بوساكا المدير التنفيذي لإدارة التحكيم في الفيفا وأكد على التعاون المثمر بين قطر وأسرة كرة القدم العالمية. في أسفل الصفحة أيضا تقرير تحت هذا العنوان: التهمة الثابتة والفيفا بالمرصاد، تركي وناسا يواصل بث سمومه. في التفاصيل قالت الشرق إن رئيس هيئة الرياضة بالسعودية تركي آل الشيخ بث سمومه بنشر الأكاذيب والأراجيف حول استضافة قطر لمونديال 2022، وآخر هذه الشطحات تقديم بعض المعلومات الكاذبة حول اقتراب سحب المونديال من قطر وإسناده إلى بعض الدول الأوروبية. الرد على الشائعات المغرضة بشأن مونديال قطر تناولتها أيضا استاد الدوحة، متابع. موقع الفيفا وجه صفعة لهم: رحلتنا لنبهر العالم يخرس إعلام دول الحصار. الجريدة نقلت ما نشره الموقع الرسمي للفيفا عندما بث فيديو بعنوان رحلتنا لنبهر العالم، أبرز خلاله مشاريع مونديال 2022 من خلال استعراض الملاعب التي ستقام عليها المباريات. نبقى مع استاد الدوحة إنما ننتقل إلى الصفحة الأخيرة لنتابع منها العنوان التالي:
في يمين الصفحة العنوان يقول افتراء مفضوح. الجريدة انتقدت ما يروج له إعلام دول الحصار من افتراءات، مشيرة إلى أنهم نسوا وتناسوا إشادة الفيفا ورئيسه بما حققته قطر في مشوارها نحو تنظيم مونديال استثنائي عام 2022. أشفقت على حال أعلام دول الحصار والمطبلين معه الذين سارعوا لنشر الخبر المفبرك بمعلوماته المسمومة والحاقدة التي كان مصدرها أحد المسؤولين في واحدة من دول الحصار. والمضحك في الأمر أن المصدر لم يتجرأ ومعه كل الذين روجوا هذه الكذبة المفضوحة بإعلان المصدر الذي زود الصحيفة الألمانية بخبر غير موجود إلا في خيالهم المريض. هذا الإعلام نسي أو تناسى إشادة الفيفا ورئيسه إنفانتينو بما حققته قطر على طريق التحضير لمونديال 2022. يكفينا ذلك ولتذهب أحلامهم أدراج الرياح. نواصل مع الصحف القطرية والمزيد من الردود على حملة الشائعات المغرضة حول مونديال قطر 2022، وهذه المرة من جريدة الراية. قناتهم الساقطة مهنيا فضحت نفسها وحققت شعارها أن تكذب أكثر. فبركات منتصف الليل تأكيد لحقدهم وتغطية لفشلهم، مصرون على خلط الرياضة بالسياسة ويغطون ملاحقة الفيفا لتجاوزاتهم. الكذبة الجديدة هدفها امتصاص الغضب ضد تركي المتخبط والمطالبة بإقالته. الراية كتبت قائلة: صدق أو لا تصدق، توتو وناسا لا يتمنى سحب المونديال من قطر. وقناتهم ادعت أنها نقلت الخبر المفبرك حول نقل المونديال من مجلة ألمانية. ومصادر سعودية تدعي نقل المونديال وقناتهم ترفض الإشارة إليه. وفي الصفحة المقابلة كتبت الراية في العناوين الداخلية: أذاعوا الخبر بعد ساعات من إشادة إنفانتينو من موريتانيا باستعدادات قطر، وكل الزوبعة التي أثروها استخلصت من أمنيات وأحلام مسؤول سعودي. أخيرا، الغباء جعلها تنقل المونديال إلى أمريكا وإنجلترا المرتبطتين معنا بعلاقات متينة. مستمرون مع صحيفة الراية، والعنوان هذه المرة يقول: اليوم في رابع مبارياته بتصفيات بطولة العالم بالصين، عنابي السلة في مواجهة مصيرية أمام كازاخستان. المواجهة رد اعتبار لمنتخبنا، والفوز يدخله دائرة المنافسة قبل جولة الدوحة الأخيرة. نغلق الراية ونفتح الملحق الرياضي لجريدة الوطن، ومنه نقرأ: نادي الدوحة للغولف ينهي صراع أبطال العالم اليوم. قطر ماسترز تصل مرحلة الحسم. اشتعال مواقع التواصل بالسخرية بسبب لقطة اللاعب الأمريكي المغربي مرجان. المشاركة في قطر ماسترز إنجاز. مايك شويري الخبير الفني لاتحاد الغولف: الطقس ربما يؤثر على موعد الختام وتوقعات البطل مستحيلة. أما اللاعب أوليفر فيشر فاعتبر أن الملعب كان غريبا. الوطن ألقت الضوء على تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية وكتبت: مشيدة بالصمود القطري، آس الإسبانية: الحصار لا يعطل التجهيز للمونديال. وعلى يسار الصفحة: رئيس الاتحاد بعد استقباله بوساكا: قطر من أكبر الداعمين للفيفا. ونقرأ أيضا: علي المسيفري رئيس نادي المرخية: مواجهتنا مع العربي فاصلة، والمرخية لا يستحق الهبوط. نقلب في الوطن ونتوقف عند ما كتبته عن بطولة العالم المدرسية لكرة اليد. منتخبنا يخسر أمام النمسا ببطولة العالم المدرسية. اليوم 14 مواجهة في مونديال اليد. أنس كون رئيسة وفد ألمانيا: اللجنة المنظمة وفرت كل شيء،
أنطوانيتا أندريفيا رئيسة وفد بلغاريا، التنظيم أكثر من رائع، وللخروج بالمونديال في أبهى صورة، خلية نحل في مقر اللجنة المنظمة. من الوطن إلى العرب، والمزيد مما جاء في الصحف القطرية من عناوين نتابع. هذه هي الصفحة، الدحيل يستعرض أمام الخور برباعية، البياوي موسمنا يبدأ بعد الدحيل، بالماضي هدفنا الفوز بكل شيء. مواجهة أخرى ضمن الجولة 18 لدور نجوم QMB، نتابع عناوين العرب حولها من الصفحة التالية. مرخاوي الحزم يقلب الطاولة على الفهود، السليمي أملنا كبير في البقاء، بولانت أتحمل مسؤولية الخسارة. نواصل مع العرب لنتابع ماذا كتبت حول مواجهات اليوم في دور نجوم QMB، وهذه الصفحة، اختبار صعب للعميد أمام الزعيم فيريرا، نتطلع إلى انتصارات جديدة، بيريز الأهلي أمام تحد حقيقي. مواجهة أخرى وعنوان آخر من جريدة العرب يقول الليلة الملك يستدرج الرهيب في الدفنة، لاودروب فقدان الأمل في الدوري لا يعني الاستسلام، عبد الله مبارك علينا تحقيق الانتصارات للمزيد من الأمان. إلى الصحافة الكويتية لنتابع ماذا كتبت عن الخسارة الجديدة لفريق القادسية في الدوري، ومن صحيفة الراي نقرأ، سقوط دراماتيكي للقادسية، النصر يتغلب على كاظمة 3-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 12 من دوري فيفا لكرة القدم. ومن الصفحة ذاتها نقرأ أيضا، شبيب يعلن عن مكافأتين للاعبين بعد التعادل مع الكويت، إصابة عجب تقلق التضامن. نترك الصحف الكويتية ونذهب إلى عمان، وأبرز ما طلعتنا به صحيفة الشبيبة العمانية، وهذه الصفحة، بعد التوقف لمباريات الكأس دوري عمان تل يعود بخمس مواجهات صعبة، تأجيل مباراتي السويق وظفار ممثلي السلطنة في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي. ننتقل الآن إلى صحافة العراق، ومن جريدة فوتبول نتابع العناوين التالية، غدا الزوراء والجوية وجها لوجه مع السويق العماني والجيش السوري، تصرفات مرفوضة من علي رحيمة وأعمال شغب في ملعب الشعب، علي وهاب هل سيعيد الروح لكرة أربيل، وحيدر محمود يحتاج إلى الدعم يا محافظة كربلاء. مستمرون في العراق، وجريدة فوتبول التي حاورت أحد نجوم الكرة السابقين، نجم الكرة العراقية السابق سعد قيس في حديث مثير مع فوتبول، زيارتي للعراق ليست انتخابية، الدوري العراقي فقير فنيا ويعاني من غياب التخطيط ويصارع للاستمرار فقط، خبرة القائمين على إدارة الشرطة أنقذته من الخطر، والفترة الحالية هي الأفضل للنادي، الحظر أثر كثيرا على منتخباتنا وأنديتنا، وجهود الوزير عبطان كبيرة في رفعة ملاعبنا. نطير إلى الأردن ونطالع من صحيفة الرأي أبرز ما كتبته عن مواجهات الدوري الأردني، قمة الوحدات والرمثة تحت مجهر الرأي، قنديل نال البطاقة والدردور كتب النهاية، ومن نفس الصفحة نقرأ أيضا، دائرة الهبوط تتسع في ختام الأسبوع 16 لدوري المناصير، شباب الأردن 1 الحسين 1 مراكز ثابتة. إلى المغرب، والحدث الأبرز هناك تتويج الوداد بلقب كأس السوبر الإفريقية، ونقرأ من صحيفة المنتخب هذه الصفحة، الوداد يتوج بلقب السوبر الإفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي، التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي جاء بعد الفوز بهدف وحيد على مازيمبي في مباراة مثيرة حضرها جمهور كبير وصل إلى 40 ألف متفرج.
مستمرون مع ردود فعل فوز الوداد بالسوبر الأفريقية، ونتابع هذا المقال عن مدرب الفريق فوزي البنزرتي، حيث جاء عنوانه كالتالي: البنزرتي محظوظ يا ناس. الصحيفة المغربية كتبت: من قال إن الحظ لا يوجد في كرة القدم وحتى في مسيرة الناجحين فهو بالتأكيد لا يفهم في كرة القدم. نتابع. التونسي فوزي البنزرتي من عينة المدربين المحظوظين، والذي لا يلغي الحظ مهما كبرت نسبته لا كفاءته ولا أهليته. تذكرون أن محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء كان قد قرر سنة 2013 مع اقتراب كأس العالم للأندية بالمغرب، والتي كان الرجاء مدعوا للمشاركة فيها بوصفه بطلا للمغرب، جاء بالتونسي فوزي البنزرتي الذي دخل رأسا لمنافسات كأس العالم للأندية حقق معه مفاجأة قوية بالوصول للمباراة النهائية التي خسرها أمام بايرن ميونخ الألماني، ليتوج بلقب وصيف بطل أندية العالم. هذه المرة يعود البنزرتي للمغرب، ولكن من بوابة الغريم التقليدي للرجاء الوداد البيضاوي. ومن حظ البنزرتي فقد وجد الوداد على أهبة المشاركة في كأس السوبر، ليتمكن من الظفر بالكأس الممتازة لثاني مرة في مسيرته التدريبية. آخر الأخبار معنا من صحيفة المنتخب المغربية، هذا تصريح لرئيس الاتحاد الأفريقي، حيث يقول فيه أحمد أحمد رئيس الكاف: الإنسانية والأمن والبيئة رهانات حقيقية لكأس العالم. بالتفاصيل، قالت الصحيفة إن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أشار إلى أنه قبل توقيع البلدان المضيفة لكأس العالم 2026 فإنه يتعين على 211 اتحادا كرويا أن يطرحوا سؤالا محوريا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها كأس العالم للشباب، سواء في أمريكا الشمالية أو بالمغرب وأفريقيا. ليس بعيدا عن المغرب، نذهب إلى تونس والحرب الدائرة بين الاتحاد التونسي لكرة القدم ونادي النجم الساحلي. وكتبت صحيفة الصباح على هذه الصفحة: في بلاغ جديد، هيئة النجم تتهم الجامعة باستبلاه الرأي العام. بالتفاصيل، ذكرت الصحيفة أن نادي النجم الساحلي رد على بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم عقب التهديد بالشكوى للفيفا عقب أحداث مباراة الترجي. النجم أكد في بيانه أن الاتحاد يسعى إلى تعويم القضية التي رفعتها هيئة الفريق بشبهة التلاعب بنتيجة مباراة الترجي والنجم، مؤكدا أن تدخل الاتحاد في الملف يعكس رغبة في التأثير على سير التحقيق وعمل القضاء. ختام جولتنا العربية اليوم من الجزائر ومن صحيفة الشروق نقرأ: تعمد دفع الإسباني للجوء إلى الفيفا كي يؤجل دفع مستحقاته ويتفدى أو يتفادى المساءلة. زطشي يتحايل على أعضاء الجمعية العامة للفاف في قضية الكراز. الصحيفة قالت إن خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدأ في تنفيذ مخطط لتمرير حصيلته المالية والأدبية في أول سنة له على رأس الفاف، ورأت أن زطشي لجأ إلى التحايل من خلال هذا المخطط رغبة منه في تفادي غضب أعضاء الجمعية العامة ومساءلتهم له في بعض القضايا الشائكة، خاصة التي تتعلق بقضية المدرب الإسباني لوكاس الكراز الذي اشتكى الفاف لدى الفيفا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بعد فسخ عقده. إلى الصحف العالمية، والبداية من موندو ديبورتيفو الإسبانية التي تناولت الحملة القديمة الجديدة على مونديال قطر 2022. نتابع تقرير موندو التي كتبت تحت هذا العنوان: هل يسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر؟ الصحيفة قالت إن قطر تتعرض إلى حملة منذ أشهر من قبل السعودية وبعض دول الخليج الأخرى ومعهم مصر، الهدف منها التأثير على الفيفا لسحب تنظيم مونديال 2022 منها. الموندو أضافت أن مصادر وثيقة في الفيفا نفت تصريحات تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية، الذي قال إن الفيفا سيجتمع في سبتمبر المقبل لمناقشة سحب البطولة من قطر، وأكدت أن كأس العالم قائمة والفيفا يتابع عن كثب استعدادات قطر لتنظيم الحدث الكبير، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعرب عن أسفه لتدخل المسؤول السعودي في شؤون لا تعنيه.
نبقى مع موندو ديبورتيفو التي تناولت الفوز العريض الذي حققه برشلونة على جاره جيرونا، وكتبت في عنوانها: مهرجان أهداف يصنعه ميسي وسواريز وكوتينيو يضع بصمته. الصحيفة قالت إن البلوغرانا أسعد جماهيره وكذلك مدربه فالفيريدي، والفضل يعود لميسي الذي سجل هدفين وكذلك رجل المباراة لويس سواريز بإحرازه ثلاثية. الموندو نوهت أيضا بالهدف الأول الذي أحرزه كوتينيو مع فريقه برشلونة. إلى صحيفة ماركا التي نشرت خبرا عن الملاعب أو اللاعب الفرنسي سمير نصري، نتابع ماذا كتبت عنه. عنوان ماركا يقول: إيقاف الفرنسي سمير نصري من قبل يويفا لمدة سنة. تفاصيل الخبر تقول إن نصري لن يكون باستطاعته التوقيع لنادي لاس بالماس الإسباني، ولن يتمكن من اللعب مع أي فريق آخر قبل انقضاء عقوبة إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي أوقفه لمدة سنة كاملة بسبب إشكالات قانونية. في فرنسا لا صوت يعلو على صوت كلاسيكو الكرة الفرنسية بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، وحول هذه المواجهة المرتقبة نقرأ من صحيفة لو باريزيان: مشاركة نيمار مؤكدة مقابل غياب فيراتي وبرشيش. الصحيفة توقفت عند التشكيلة التي سيقدمها أوناي إيمري أمام مارسيليا، فقالت إن نيمار سيكون حاضرا رغم شعوره بأوجاع خفيفة. في المقابل سيفتقد الفريق الباريسي كلا من الإيطالي فيراتي والإسباني برشيش بداعي الإصابة. نبقى في فرنسا إنما مع صحيفة ليكيب هذه المرة التي كشفت عن غيابات فريق مارسيليا في الكلاسيكو، نتابع ليكيب وهذه الصفحة: غياب الحارس موندانا والمدافع كوستاس عن مارسيليا. ليكيب أشارت إلى أبرز غيابات مارسيليا في لقاء الكلاسيكو أمام سان جيرمان، وذكرت أن الحارس الأساسي ستيف موندانا سيغيب لتعرضه لإصابة تمزق عضلي، كما يغيب كوستاس. مدرب مارسيليا استدعى التونسي أيمن عبد النور ليكون ضمن المجموعة. دائما مع ليكيب، لكن الحديث هذه المرة عن ديربي آخر في فرنسا، نتابع ماذا كتبت ليكيب حول هذا اللقاء المرتقب. رقم قياسي جماهيري لديربي ليون مع سان إيتيان، ومن المتوقع أن يحطم ستاد غروباما رقما قياسيا جديدا في اللقاء المرتقب بين الفريقين. الرقم القديم هو 57 ألف متفرج، وكان في مباراة ليون أمام باريس سان جيرمان. الصحيفة رجحت أن يتجاوز عدد جماهير مباراة الليلة 59 ألف متفرج. إلى الصحف الإنجليزية والديلي ميل التي تناولت فوز ليفربول العريض على ويستهام يونايتد أمس، وكتبت قائلة: صلاح وماني وفيرمينو يسجلون وكلوب يدرك 100 هدف مع ليفربول. الصحيفة ذكرت أن ثلاثة لاعبين ساهموا في إسعاد المدرب الألماني يورغن كلوب بإحرازهم الأهداف التي مكنت المدرب الألماني يورغن كلوب من بلوغ الهدف الرقم 100 مع نادي ليفربول. نبقى مع الديلي ميل التي اهتمت بتصريحات مدرب مانشستر يونايتد قبل لقاء القمة المرتقب مع فريقه السابق، ونتابع على هذه الصفحة من نفس الجريدة: جوزيه مورينيو يتوقع لقاء ممتعا أمام فريقه السابق تشيلسي. الصحيفة نقلت انطباعات المدرب البرتغالي الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر مواجهة فريقه السابق تشيلسي في أولد ترافورد مساء اليوم. الصحيفة البريطانية تحدثت عن مواجهة أخرى داخل المباراة بين الإيطالي كونتي والبرتغالي مورينيو. إلى الصحافة الإيطالية وتوتو سبورت التي تناولت الفوز الذي حققه الإنتر وما رافقه من احتجاجات: فوز الإنتر على بنيفنتو مع من رحم المعاناة واستياء جماهيري. توتو سبورت قالت إن فوز الإنتر على بنيفنتو جاء بعد معاناة، مما جعل المشجعين يطلقون صافرات الاستهجان ضد أداء اللاعبين. الصحيفة أضافت أن بقاء إيكاردي المصاب على دكة الاحتياط انعكس بشكل سلبي على الأداء الهجومي للفريق.
مشاهدينا، لقاؤكم بجرايد يتجدد غدا مع حلقة جديدة. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.